Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. المحاضرة الأولى للأسبوع الحادي عشر راح يكون موتور نيورون ديزيز، والمحاضرة الثانية راح أتكلم على برين تيومرز. موتور نيورون ديزيز، قبل ما أبدأ المحاضرة راح أعرض كيس 47 year old the well known case to have hypertension complaining of progressive since 2 years speech difficulty. يعني كان عندها بين قوسين dysarthria dysphonia with nasal tone of speech. She was seen by neurologist. Initial diagnosis CVA. Brain CT was done twice, normal study. CBC, blood chemistry, anti-nuclear antibody, thyroid function test, normal. كانوا معطينها medications, aspirin, losartan, hydrochlorothiazide, atorvastatin, vitamin B complex, but without any improvement. هاي البرين سي تي تقريبا نورمال، لكن لو بدنا نركز شويه على السي تي ممكن نلاقي سمول هايبر دينس سيجنال في الرايت فرونتال لوب، وقد يكون ما لهوش علاقه بكل الاعراض اللي عند المريضه. اول تشخيص كان للنيورولوجيست سيريبرو فاسكولار اكسيدنت، بعدين تم تحويلها للانفود حنجره لارينجايتس، بعدين تم تشخيص مايستينيا جريفيس، واخر شيء وصلوا له اللي هو هيمانجيوما اور AV malformation of right frontal lobe by brain MRI. هذه اللي احنا تكلمنا عنها في السي تي. اخصائي الانفود الحنجره عملوا لها اللارينجيوسكوبي وكان نورمال فوكال كورد، يعني اي ان تي فري، ما في عندها مشاكل في الانفود الحنجره. ما بعرف كيف دخل السيكياتريك على الخط اخصائي النفسيه وعمل اي جي، اكيد وجد الاي جي بايلاترال باروكسيزمال برين ديشارج بدالها بانتي ايبليبتيك دراجز و زانكس موتيفال ادويه مهدئه للاعصاب. هاي برين ام ار اي، البرين ام ار اي واضح هنا في سمثينج ليجن سمول ليجن، هذا في المكان هذا، لكن هذا طبيعي ممكن يكون هذه عبارة عن أنجيوما congenital angioma or cavernoma، تشوه بسيط في شريان ما لهش علاقة بالحدث اللي عند المريض بتاتا. تم تحويل المريضة على مستشفى المقاصد على القدس. الهيد سي تي اند ام ار اي دان، فاينل دياجنوسيس سينويد تيومر اور انفكشن، واللي في الرايت فرونتال لوب كانت سمول رايت فرونتال انجيوما. Recommendation neurosurgical management not indicated، وفعلا هي هذه الانجيوما صغيره ما لهاش علاقه بجراحه، ما بدهاش تدخل جراحي، بسيطه جدا ما لهاش علاقه بالاعراض اللي عند المريضه. Need ENT evaluation and management، تم تحويلها على مستشفى المطلع في القدس في نفس الوقت. نعمل لارينجيوسكوبي، no any pathological findings. Diagnosis sphenoiditis treated by antibacterial and anti-inflammatory drugs. تم طلب لها فولو اب with neck brain and sinus CT. في غزه شافوها نيورولوجيست اي ان تي نيوروسيرجر، بعد هيك راحت للنيورولوجيكال كونسلتيشن رجعت شفتها. في الاكزامينيشن لما عاينتها كان عندها اللي هو بروجريسيف speech difficulty, dysarthria, dysphonia, nasal tone of speech. Family history, no familial history of neural or muscular disease. في الاكزامينيشن كان عندها normal cognitive function. Cranial nerves من 1 إلى 8 كانوا طبيعي. Nasal tone of speech, dysarthria. Bilateral wasting and fasciculation of tongue. كان عندها wasting و fasciculation في التونغ. تم تشخيصها قبل ما اقوم على الكرسي، مجرد ما طلبت انها تطلع تخرج لسانها ولاحظت عندها فاستيكوليشن
muscular atrophy in the tongue muscle. كان تشخيصها جاهز. Decrease bilateral and gag reflex. لكن أيامها أول ما شفتها كان absolutely no motor, no coordination, no sensory disturbances. Autonomic sphincters normal. بعدها أكيد اتطور المرض وحدث معها weakness في ال upper limbs وال lower limbs. الام ار اي تم اعاده الام ار اي لها واضح هنا عنا something بسيط هذه ماشيه مع اللي هي انعمل ام ار انجيوغرافي هذه البلاد فيزلز تعتبر بلاد فيزلز هي انجيوما اوف ايش ارتري وهذه تعتبر كونجينيتال منذ الولاده مش جديده وما لهاش علاقه بالاعراض اللي عند المريضه هي ام ار انجيوغرافي للبلود فيزلز كويسين في المكان هذا بس فقط في سمول انجيوما ام ار في ماجنيتو ريزونانس فينوغرافي كان مايلد هايبوبليزيا في ليفت ترانسفير ساينس وهذا نوت ريليتد للبيشنت بريزنتيشن طلبت لها اي ام جي ان نيرف كوندكشن ستدي عشان اكد المشكله في النيرف او في المصل او في النوكليار بتاع الهايبوغلوسال نيرف والجلوسفارينجيال وفيغاس وكرينال اكسسوري لما طلبت الاي ام جي بالابر واللور ليمز كانوا نورمال كانوا نورمال الاي ام جي والنيرف كوندكشن ستدي للمسل تانج كان في ساينز اوف فايبريليشن فاستيكوليشن والديكريز امبليتود اوف كومباوند مسل اكشن بوتنشال لكن كان عندها نورمال كوندكشن فيلوسيتي يعني normal conduction velocity بدل على ايه؟ normal conduction velocity بدل انه النيرف سليم، النيرف سليم، النيرف غير مصاب. وكان تشخيصي النهائي لها هذه حالة موتور نيرون ديزيز او بسموه لو جيريك ديزيز ايزوليتد بروجريسيف بلبر بلس، يعني المرض اسمه موتور نيرون ديزيز والنوع اللي بدا فيه المرض بلبر بالسي بلبر بالسي نبدأ بمحاضرة موتور نيورون ديزيز ايش هو موتور نيورون ديزيز هو عبارة عن progressive disease characterized by progressive degeneration of motor neuron in the brain and spinal cord يبقى المرض بيصيب فقط الموتور نيورون in the brain and spinal cord لذلك سمي المرض motor neuron disease بصيب ال upper motor neuron وبصيب lower motor neuron what is the motor neuron disease motor neuron disease هو بنسميه amyotrophic lateral sclerosis هذا ال amyotrophic lateral sclerosis الامريكان بطلقوا على الام ان دي يعني ام ان دي او اميوتروفيك لاترال سكليروسيس نفس المرض لكن البريطانيين قالوا لا الام ان دي هو المرض الرئيسي واميوتروفيك لاترال سكليروسيس هو نوع من انواع الموتور نيرون ديزيز وهذا الصح وهذا هو ايه الصح يعني الموتور نيرون ديزيز هو عنوان المرض ككل وله سب تايب من ضمنهم اميوتروفيك لاترال سكليروسيس أو بسموه الأمريكان لو جيريك ديزيز من وين أجا كلمة أميوتروفيك لاترال سكليروسيس أنا لما أتكلم على الـ ALS بتكلم على الـ MND كمان A لأنه هو نوع من أنواع الـ MND A absence مايو مصل تروفيك نورشمنت لاترال سايد أوف سباين سكليروسيس هاردنينج هاردنينج يبقى هو أميوتروفيك lateral sclerosis لو جيرج مرض لو جيرج هو عبارة عن famous baseball player امريكي الجنسية اصيب بمرض ALS من سنة 1938 سنة 1938 كان عنده poor season
حدث معاه leg weakness، ال weakness في الليج أكثر من الأرم، وبدأ عملية سقوط كثير أثناء اللعب بتاعه. لعب 2130 games. سنة 1939 فقط 8 games، يعني انخفض النشاط بتبعه. اعتزل في 2/5/1939. تم تشخيصه، لاحظوا متى تم تشخيصه، في 19/6/1939. في العالم كله هذا المرض ممكن يستغرق تشخيصه 6 شهور، لانه في البداية احنا لا الام ار اي ولا السي تي بشخصه، لازم اكون عارف كلينيكال بريزنتيشن اوف ديزيز جود. كان عمره في 19/6/1939 36 سنة، يعني المرض خطير، مرض خطير. سنة 1940 حدث معه ديسفونيا، مشاكل في الصوت والكلام، اكيد حدث معه ديسفيجيا، صعوبة في البلع، وتوفى في 2/6/1941، عمره كان 38 سنة. يعني خلال عامين بدأ المرض سنة 1938 1941، يعني 3 سنوات، 3 سنوات اتوفى المريض. عشان هيك الامريكان سموه لو جيريك ديزيز، احتراما للاعب البيسبول بتاعهم اللي اصيب بهذا المرض. طيب كيف تم تشخيص الحالات؟ الهيستوري اوف اميوتروفيك لاترال سكليروسيس، اول حالة تم تشخيصها في فرنسا في باريس باي اللي هو جين مارتن شاركوت. جين مارتن شاركوت مبدع في طب الأعصاب، كان في فرنسا. سنة 1869 تم تشخيص أول حالة بمرض الـ ALS أو موتور نيرون ديزيز. وسنة 1881 تم ترجمة أول محاضرة من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية بمرض ALS أو مرض MND اللي هو موتور نيرون ديزيز. في النورمال لما يكون النيرون سليم راح يسلم إشارة للمصل، والمصل تكون في وضع ممتاز، لكن في حال حدث ديجينيريشن للموتو نيرونز راح الإشارة تكون أضعف لما تصل للعضلة، وراح يحدث ويستينج إن دي مصل، مصل ويستينج أو مصل هايبوتروفي. إبيديميولوجي، الإنسيدنس أوف إي أل أس 2 لكل 100,000 في السنة، حالتين لكل 100,000 نسمة. الميل تو فيميل ريشيو 3:2، الميل للفيميل، يصيب الميل أكثر من الفيميل. مين ايج 55، لكن أكثر شيء بيبدأ المرض في سن 40، في الثلاثينات، في 40، في 50. 50% من مرضى الـ ALS بتوفوا خلال 3 لـ5 سنوات، يعني مرض خطير مثل الكانسر، مثل السرطان، malignant disease. 10 لـ20% منهم ممكن يعيشوا أكثر من 10 سنوات من بعد تشخيصهم. etiology of ALS، إيش أسباب ALS؟ ممكن يكونوا الـ ALS sporadic cases، وممكن يكونوا جينيتيك او فاميليال كيس. 90% من الـ ALS بيكونوا سبوروديك، مش معروف سببهم، 90%. 10% من الحالات بيكونوا فاميليال وراثيا، وهال 10% هذول وجدوا انه 20%، يعني 20% من العشرة عندهم موتيشن في انزيم اسمه سوبر اوكسايد ديسموتيز 1 جين، يعني في عندهم موتيشن في جين اللي هو سوبر اوكسايد ديسموتيز. طيب ايش وظيفته هذا السوبر اوكسايد ديسموتيز؟ في الطبيعي السوبر اوكسايد ديسموتيز بيتحد وبيعمل بيندينج مع الاكتيف راديكالز وبخرجهم من الجسم عن طريق البول مع اليورين. لكن لما يكون في موتيشن في حالات الفاميليال اميوتروفيك لاترال سكليروسيس، هلا حدث موتيشن طفره في هذا الجين
والمسؤول عن الانزيم بيكون في الحاله هذه او البروتين unable to binding to the active radicals، ما بيقدرش يتحد مع الاكتيف راديكالز مثل الزنك. وفي الحاله هذه الزنك راح يتحد مع other proteins ويحدث له accumulation في الجسم ويأثر على الموتور نيرونز. لكن لحتى الان ما في اي بروف في العالم قادر يجاوب على السؤال ليه بيصيب الموتور نيرونز وبترك السنسوري نيرونز، فقط بيصيب ايش الخلايا الحركية المسؤولة عن الحركة. طب في السبوروديك كيسز السوبر اوكسايد ديسموتيز بيكون نورمال طبيعي، لكن الزنك واذر اكتيف راديكالز ما بيتحدوا مع السوبر اوكسايد ديسموتيز وبيروحوا يتحدوا مع اذر بروتينز، ونفس الشيء بيحدث ايش اكوموليشن لهم في الجسم وبيعملوا لنا ديجنريشن للموتور نيرونز. قلنا الاثيولوجي هو unknown disease، لكن في ثيوري ممكن يكون قلنا موتيشن في سوبر اوكسايد ديسموتيز 1 جين، 2 اكسسيف ليفل اوف جلوتاميت، في الدراسه قال لك بيزيد نسبه الجلوتاميت في الجسم والجلوتاميت بيعمل نيرو ديجنريشن. لا حتى الان ما مش عارفين ولا حد عارف ولا قادر يجاوب على السؤال ليه بيعمل ديجنريشن للموتو نيرون وبترك السنسوري، ليه بيصيب الخلايا الحركية وبترك الخلايا الحسية. اوكي، ميتوكوندريال ديسفانكشن، فيرال انفكشن، ابوبتوسيس اللي هو الموت المبرمج للخلايا، وجروث فاكتور ابنورماليتيز اند اذر ميكانيزم. طبيعي لما اخذنا في سنة ثالثة الموتو نيرون قلنا في شيء اسمه كورتيكوس باينال تراكت. الكورتيكوس باينال تراكت بيبدا من الكورتكس وبعدين في اللور بارت او ميدالا ابلانجاتا بيعمل كروسنج وبينزل على اللاترال كولوم اوف سباينال كورد از لاترال كورتيكوس باينال تراكت، وبيعطي كل ما يصل سيجمنت بيعطي فايبرز لمين؟ للانتيريور هورن سيلز. من الانتيريور هورن سيلز بيبدا اللور موتو نيرون، الفايبرز تتجه من الانتيريور هورن سيلز على نفس السيجمنت على نفس الليفل بيطلعوا روت اسمه انتيريور روت. الانتيريور روت بتتحد مع البوستيريور روت السنسوري وبيعطونا سباينال نيرف، وسباينال نيرف بيصل للنيوروماسكولار جانكشن وبيغذي لنا المسل فايبرز. يبقى هذا يعتبر ايه؟ لور موتو نيرون الاصفر، والاحمر يعتبر ايه؟ ابر موتو نيرون. نفس الشيء لما شرحت لكم في سنه ثالثه كورتيكو نوكليار تراكت او كورتيكو بالبر تراكت المسؤول عن مين؟ المسؤول عن كرينيال نيرفز نوكلياي، كرينيال نيرف نوكلياي من ناحيه الموتور نتكلم، من ناحيه ايش؟ الموتور. الكورتيكو نوكليار تراكت او كورتيكو بالبر تراكت يعتبر ابر موتو نيرون. طب الموتور نوكلياي ان ذا برين ستيم بتاعت الكرينيال نيرفز تعتبر لور موتو نيرون. طب الكرينيال نيرفز لور موتو نيرون. طب النيوروماسكولار جانكشن لور موتو نيرون. المسل فايبرز لور موتو نيرون. ايش بحدث في مرض الموتور نيرون ديزيز؟ في عنا موتور اريا. الموتور اريا تعطينا كورتيكوس باينال تراكت او فايبرز وكورتيكو نوكليار او كورتيكو بالبار تراكت. الكورتيكوس باينال تراكت بيعطينا فايبرز للانتيريور هورن سيلز، والانتيريور هورن سيلز بتسلم النيرف والمصل. طب الكورتيكو بالبر او كورتيكو نوكليار تراكت نفس الشيء بيعطينا فايبرز للموتور نوكلياي ان ذا برين ستيم. طب والموتور نوكلياي او الموتور بالبر نوكلياي بتعطينا فايبرز للكرينيال نيرفز موتور، والموتور كرينيال نيرفز بيعطونا فايبرز للمصل بيغذوا المصلز. المرض هذا اللي هو موتور نيرون ديزيز ممكن يصيب كورتيكوس باينال تراكت لوحده في البدايه، وممكن يصيب كورتيكو بالبر تراكت، هي اثنين، وممكن يصيب انتيريور هورن سيلز ثلاثه، وممكن يصيب موتور بالبر نوكلياي ان ذا برين ستيم اربعه، وممكن يكون خليط ما بينهم يصيب اكثر من جهه في نفس اللحظه، او يبدا بجهه ويتطور لجهه اخرى. يبقى كمان مره
نفهم ايش المرض بيصيب. بيصيب الكورتيكوس باينال تراكت، هي واحد. بيصيب كورتيكو بالبر تراكت، هي صار نوعين. بيصيب الانتيرير هورن سيلز، حدث ثلاثة. بيصيب الموتور نوكلياي ان ذا برين ستيم، أربعة. وممكن يكون خليط ما بينهم، هي خمسة. هي خمسة انواع للموتور نيورون ديزيز. في حال صاب الكورتيكوس باينال تراكت راح يكون الاعراض ابر موتو نيرون. في حال صاب الكورتيكو بالبر تراكت راح يكون الاعراض ابر موتو نيرون. طيب لو صاب الانتيرور هورن سيلز راح يكون لور موتو نيرون سيمتومز. طيب لو صاب الموتور نوكلياي ان ذا برين ستيم راح يكون لور موتو نيرون سيمتوم. طب لو حدث خليط ما بينهم، صاب اكثر من جزء، راح يكون ابر اند لور موتو نيرون، يعني ميكست باراليسيس، شلل ميكس بيكون فيه، بيكون ساينز اوف ابر موتو نيرون وساينز اوف لور موتو نيرون. انا شرحت لكم وين المشكله في المرض. الان راح ننتقل لانواعه او التايب اوف موتور نيرون ديزيز. هاي انواع الموتور نيرون ديزيز. اول نوع برايمري لاترال سكليروسز. البرايمري لاترال سكليروسز بيكون صاب مين؟ صاب الابر موتو نيرون اللي هو لاترال كورتيكوس باينال تراكت. لاترال كورتيكوس باينال تراكت او كورتيكوس باينال تراكت، يعني السيمتومز راح يكونوا ايه؟ ابر موتو نيرون. طب لو صاب الانتيريور هورن سيلز راح يعطينا بروجريسيف ماسكولار اتروفي، والسيمتومز راح يكونوا لور موتو نيرون. طب لو كان خليط ما بينهم كلهم، اميوتروفيك لاترال سكليروسيس. اميوتروفيك لاترال سكليروسيس يعني لور موتو نيرون مع ابر موتو نيرون مع بعض. لو صاب الموتور نوكلياي ان ذا برين ستيم راح يعطينا بروجريسيف بالبر بالسي. بروجريسيف بالبر بالسي. طب لو صاب كورتيكو نوكليار تراكت او كورتيكو بالبر تراكت باي لاترال بيعطينا بروجريسيف سودو بالبر بالسي. وفي انواع بتاخدوها في الاطفال او اخذتوها، انهيرتد ام ان دي، بسميها السما. سما اللي هو سباينال ماسكولار ديستروفي. سباينال ماسكولار ديستروفي اول نوع نتركه، نبدا في النوع الثاني برايمري لاترال سكليروسيس. وين المشكله؟ في كورتيكو سباينال تراكت. السيمتومز ابر موتو نيرون، بيكون ايزوليتد ابر موتو نيرون. النوع الثاني بروجريسيف ماسكولار اتروفي. وين المشكله؟ في انتيريور هورن سيلز. السيمتومز لور موتو نيرون ليجن. النوع اللي بعده بروجريسيف بالبر بالسي. وين المشكله؟ في الموتور نوكلياي ان ذا برين ستيم. سيمتومز لور موتو نيرون ليجن. النوع الاخير بروجريسيف سودو بالبر بالسي. وين المشكله؟ دامج اوف بوث كورتيكو نوكليار تراكت. السيمتومز ابر موتو نيرون ليجن. طب لو حدث خليط ما بينهم، انصاب اكثر من فايبرز او النوكلياي، يعني كان عندنا برايمر لاترال وتطور لبروجريسيف ماسكولار، او من البدايه بدوا بالثنين مع بعض او بدوا مع البالبر مع بعض، بسميها اميوتروفيك لاترال سكليروسيس. شايفين؟ اميوتروفيك لاترال سكليروسيس، يعني اميوتروفيك لاترال سكليروسيس تعتبر ابر موتو نيرون اند لور موتو نيرون، كون كومباينيشن ما بينهم. برايمري لاترال سكليروسيس. برايمري لاترال سكليروسيس از بروجريسيف ايزوليتد ابر موتو نيرون ليجن ديو تو دامج اوف كورتيكو سباينال تراكت. هلا بعض الحالات ممكن يضلوا مدى الحياه ابر موتو نيرون، ونضلنا نسميه مدى الحياه برايمري لاترال سكليروسيس، لكن اكثر الحالات بعد فتره من الزمن بيظهر عليهم علامات لور موتو نيرون، لكن المرض بدا بايش؟ بالابر موتو نيرون ليجن. يبقى بنسميه ابر موتو نيرون اونست اوف اي ال اس.
يعني ايش ابر موتو نيرون اونست اي ال اس؟ المريض عنده ميكس باراليسز، عنده ابر ولور موتو نيرون، لكن الاعراض الظاهره اكثر على المريض والاعراض اللي بدا فيها المرض هي ابر موتو نيرون، عشان هيك بنسميها ابر موتو نيرون اونست اي ال اس. النوع الثاني بروجريسيف ماسكولار اتروفي. وين المشكله هنا؟ في الانتيريور هورن سيلز. ما دام في الانتيريور هورن سيلز راح يكون الاعراض لوور موتو نيرون ليجن، ممكن يضلوا ايزوليتد لونج لايف لوور موتو نيرون، وممكن بعدها يظهر اعراض ثانيه ومثل هايبر ريفلكسيا ونسميها لوور موتو نيرون اونست اي ال اس. العكس كونه بدا بلوور موتو نيرون سيمتومز، هن قلنا لوور موتو نيرون اونست اي ال اس، يكون المرض بيبدا اول شيء بساينز اوف لوور موتو نيرون، بيكون عندهم ماسل ويستنج، فاسيكوليشن، هايبوتروفي، سكيلتون هاند، ايدي فيهم سيفير ماسل هايبوتروفي، وليتر بيحدث معهم ايه اللي هو هايبر ريفلكسيا، وبنقول عندهم ايه لوور موتو نيرون اونست اي ال اس. طب لو كان ميكس ما بينهم من البدايه او تطور المرض وحدث وجدنا عند المريض ابر موتو نيرون مع لور موتو نيرون، يعني ايه؟ ماسل هايبوتروفي، ماسل فاستيكوليشن، وهايبر ريفلكسيا، هايبر ريفلكسيا لما نضرب. في الحاله هذه ايش بقول عند المريض؟ عنده اميوتروفيك لاترال سكليروسز، يكون هو عباره عن كومباينيشن بتوين ابر موتو نيرون دامج اند لور موتو نيرون دامج، وفي الحاله هذه بيكون المشكله في الكورتيكوسباينال تراكت، في الانتير هورن سيلز، ممكن يكونوا في البلبر نوكلياي، ممكن يكون في الكورتيكو نوكلياري تراكت، وبنسميه اميوتروفيك لاترال سكليروسز. هنا واضح المرضى عندهم بيكون اتروفي هاي في الفيشيال ماسل، في الشولدر، في الارم، هاي الهاند هايبوتروفي بنسميها سكيلتون هاند. سكيلتون هاند من ايه؟ من المصل هايبوتروفي، هاي ديستال هايبوتروفي، واضح عند المرضى. سودو بالبر بالسي، سودو بالبر بالسي هي عبارة عن ابر موتو نيرون دامج ديو تو ليجن اوف او ديجنريشن اوف بوث كورتيكو نوكليار تراكت، بوث كورتيكو نوكليار تراكت او كورتيكو بالبر تراك، نفس الشيء كورتيكو بالبر او كورتيكو نوكليار تراك. هنا بنلاحظ عندهم اكزاجيريشن اوف جو جيرك جاج ريفلكس، بيكون عندهم فود فلويد ريجيرج، بيكون عندهم ديسفيجيا، ديسفونيا، ديسارثيا، تانج از اموبايل وي كانت براترود، بيكون عندهم ايموشنال لايابيليتي، ممكن يبكي بدون سبب، ممكن يضحك بدون سبب. النوع الاخير بروجريسيف بالبر بالسي، بروجريسيف بالبر بالسي هاي المشكله وين؟ في الموتور نوكلياي ان ذا برين ستيم، نفس الاعراض اللي بتكون في السودو بالبر، لكن هنا بيكون ديكريز او لوس اوف جاج ريفلكس، لوس اوف بلاتر ريفلكس، لوس اوف جو جيرك، الديسفيجيا، ديسفونيا. ممكن المرض يبدا باعراض بالبرز مثل الحاله اللي انا عرضتها، بدات بالبر بالسي، وممكن يتطور لاعراض اخرى واسميه بالبر اونست اي ال اس. مرض اذا بدا بالبر بالسي خطير، اخطر بيكون، واذا بدا بلور موتو نيرون اخطر. يعني المرضى بيكون عندهم ماسل فاسيكوليشن اند اتروفي، جو جيرك اند جاج ريفلكس ابسنت. المريضه مجرد ما طلبت منها تخرج لسانها ولاحظت عندها اللسان سيفير ماسل اتروفي كان فيه مع فاسيكوليشن، شخصها قبل ما اقوم انه هذه حاله موتور نيرون ديزيز بالبر اونست بالبر تايب. نتذكر يا جماعه ان موتور نيورون ديزيز نو ثلاثه نو نو سنسوري سيمتومز، فيش مشاكل في الاحساس. اثنين نو اوكولار سيمتومز، ما في مشاكل في عضلات العين. ثلاثه نو سفنكتر ديسفانكشنز، فيش مشاكل في موضوع البول والبراز. يكون ثلاثة نو نتذكرهم في الام ان دي او الموتور نيرون ديزيز. واحد نو سنسوري سيمتومز، نو اوكولار سيمتومز، اند نو اوتونوميك سفنكتر
symptoms يعني no urine أو stool incontinence. أتكلم كلمتين راح تكون أخذتوه ممكن في الأطفال على inherited motor neuron disease، هذه بسموها spinal muscular atrophy أو سما، أخذتوها في الأطفال. سما is inherited motor neuron disease autosomal recessive disease. المشكلة وين هنا؟ المشكلة بتكون في الأنتيريور هورن سيلز أوف ذا سباينال كورد، عبارة عن degeneration of the anterior horn cells بيؤدي إلى symmetrical muscle weakness and wasting. في أنواع كثيرة منهم، وأنا أذكر لكم النوع الأول Hoffman disease acute infantile spinal muscular atrophy، هذول بتوفوا الأطفال على سن 18 شهر من الأسبيريشن نيمونيا من الريسبيراتوري فيلر. في الفيلاندر ديزيز ليت infantile type، وفي adult type of spinal muscular atrophy. هذا adult type of spinal muscular atrophy عشان اعمل له differential diagnosis مع progressive muscular atrophy بلزم نعمل genetic study، دراسة وراثية لهم. كيف نشخص مرضى اللي عندهم ALS او amyotrophic lateral sclerosis؟ بناخذ الهيستوري، physical examination نعملهم good examination، electromyography and nerve conduction study، بنعمل neuro imaging brain with spinal cord MRI to exclude other pathology. بس مش ضروري يعني عملنا spinal cord MRI لقينا غضروف صغير ما لهوش علاقة بالأعراض أجي أقول المريض عنده غضروف، لا، يقول أنا بدي أشوف أشياء لها علاقة بالclinical presentation. laboratory test، جينيتيك ستادي، مصل بايوبسي للحالات هذه. اهم فحص فيهم فور كونفيرم دايجنوسيس هو الكترومايوجرافي. يبقى اهم فحص لتشخيص حالات الاي ال اس هو ايه؟ الكترومايوجرافي. براجنوسيس، اي ال اس از فيتال ديزيز، مرض خطير. Younger patient may have a slower rate of progression. Patient with bulbar onset، خاصة اللي كمان المرضى اللي بيبدو كمان مع lower motor neuron progressive muscular atrophy have a poor prognosis، عندهم a poor prognosis. Life expectancy، كم بيعيشوا هذول المرضى؟ والأعمار بيد الله. Depend on stage of disease at diagnosis. أكثر من 50% منهم بيعيشوا 3 إلى 5 سنوات. 20% بيعيشوا 5 سنوات، 6 7 8 9. 10% بيعيشوا 10 سنوات وأكثر، يعني من 10 إلى 20 سنة. 5% ممكن يعيشوا 20 سنة وأكثر من 20 سنة. 5%. لكن هذا مرض fatal disease. ليه؟ لأنه لاحظوا 50% بتوفوا خلال 3 5 سنوات. إيش العلاج بتاع المرض هذا؟ treatment. There is no radical therapy for MND. ما في علاج بنهي أو بيقضى على المرض هذا. بنعطى دواء اسمه ريلازول أو ريلوتيك. ريلازول أو ريلوتيك هذا بيشتغل على الجلوتاميت، بيشتغل ضد الجلوتاميت، بيعمل بلوك للجلوتاميت، واحنا عارفين زيادة الجلوتاميت ممكن تزود النيرو ديجنريشن في الموتور نيرونز. في الحالة هذه الدواء هذا شوية مكلف، بنعطيه لمرضى الموتور نيرون ديزيز اسمه ريلازول او ريلوتيك، لكن هذا العلاج بيقلل البروجريشن اوف ديزيز، ما بينهي المرض، ما بيعالجش المرض نهائي، بيقلل تدهور الحالة فقط، ممكن يطول عمرهم لسنة سنتين فقط لا غير. الانتي اوكسيدنت ثيرابي، سيمتوماتيك ثيرابي، ممكن ياخذوا انجكشن اوف بوتولينيوم توكسين تايب بي في السليفري جلاند. ليه؟ لان المرضى هذول بيكون عندهم سيفير ديسفيجيا، مشاكل في البلع، ومشاكل البلع هذه والديسفيجيا اللي عندهم راح تؤدي الى اسبيريشن نيمونيا. عشان نقلل برودكشن اوف سلايفا ممكن نعطي ادويه علاجات، لكن في بعض الحالات بتكون عندهم ميديكال ريفراكتوري وبيحتاجوا انجكشن اوف بوتولينيوم توكسين ان دي سليفري جلاند. طيب لما يحدث معهم ديسفيجيا وفي صعوبه في البلع
مؤقت ممكن نحط نيزو جاستريك تيوب، بس هذا مش حل جذري، اسبوع اسبوعين. لو حاله سي في اي او جلطه دماغيه او شيء او تروما ممكن يتحسن المريض، لكن هذا المرض راح يزيد من سيء لاسوء. يبقى المريض هذا لازم نحطه على ايه؟ على بيج، يعني عامل له بيركوتينياس اندوسكوبيك جاستروستومي، يعني عامل له بربيش عن طريق المنظار في المعده، ويصير ياكل عن طريق هذا البربيش او التيوب. نون انفيزيف فنتيليشن، نعطيهم اكسجين، وفي النهايه ونهايه المرض بتوفوا على جهاز التنفس الاصطناعي، بنعمل لهم تراكيوستومي، وفي نهايه المرض في المراحل المتاخره من المرض بنحطه على ميكانيكال فنتيليشن. سيمتوماتيك ثيرابي، سيمتوماتيك ثيرابي اكوردنج تو ذا سيمتومز. عندهم كرامب باخذوا تيزانيدين، كاربامازيبين، مغنيسيوم. عندهم سباستيسيتي نعطيهم باكلوفين، تيزانيدين، ديازيبام. عندهم سودو بالبر سيندروم مع ايموشنال لايابيليتي، بيبكوا بدون سبب، بيضحكوا بدون سبب، بنعطيهم اميتريبتيلين. ديسفيجيا اند اسبيريشن، مشاكل في الديسفيجيا، صعوبه البلع مع اسبيريشن نيمونيا، باخذوا بيركوتينياس بنحط لهم بيركوتينياس اندوسكوبيك جاستروستومي او بيج. ضروري ريسبيراتوري كير، ضروري ميديكال ريهابيليتيشن اند فيزيوثيرابي وسايكو سوشيال سبورت. هذا ملحد كان اللي هو ستيفن هوكينج، فيموس فيزيست وماثيماتيكس. تم تشخيصه في عمر 21 سنة، كان عمره 21 سنة. تزوج سنة 1965 من جين هوكينج وانفصلوا بعدها عن بعض. أصيب بالمرض كان عمره 21 سنة. ولد في 8/1/1942 وتوفى في 14/3/2018، يعني عاش فترة طويلة مصاب بهذا المرض، تقريبا 50 سنة وكان مصاب. عمره كان في سنة 63 أصيب بالمرض، سنة 1963 سنة، سنة آسف سنة 1963 أصيب بالمرض، ومن 1963 ل 2018 مصاب بمرض الـ ALS. يعني لو حسبناهم 37 سنة، حوالي 55 سنة كان مصاب بمرض الـ ALS. 55 سنة. ولد في 8/1/1942 في أكسفورد في إنجلند، وحصل على البكالوريوس، من ثم حصل على الدكتوراه من كامبريدج، وأصيب بمرضه في سن 21، كان عمره 21 يعني سنة 1963. والده طبيب، وعاش من سنة 1963 ل 2018 وهو مصاب بمرض الام ان دي. هذول رير كيسز، يعني اطول انسان يعيش بمرض الام ان دي هو ستيفن هوكينج سنه 1951. وهيو سنه 1963 عند بدايه المرض، لما بدا المرض معه كان 21 عام. لاحظوا ايش حصل على جوائز ومناصب وهو مصاب بالمرض، كل هذا لحد 2009، وبعد 2009 اكيد كمان حصل على مناصب ورتب وجوائز، لعبان ما توفى في سنة 2018. هيك بكون وصلت لنهاية محاضرة موتور نيورون ديزيز اللي هي أميوتروفيك لاترال سكليروسيز، وشرحت لكم أنواع الموتور نيورون ديزيز والكلاسيفيكيشن بتاعتهم والكلينيكال بريزنتيشن بتاعت المرض. يعطيكم ألف عافية، دمتم بخير.